اللهم إني استودعتك هذا الشخص الذي يسمع المقطع الآن، يا رب فرج عنه كل ضيق أصابه ولا تحوجه لأحد سواك. يا رب صب عليه الرزق صبا ولا تجعل عيشه كدا كدا. يا رب أعطه من الخير فوق ما يرجو واصرف عنه من السوء فوق ما يحذر. يا رب اجعل قلبه مملوءا بحبك ولسانه رطبا بذكرك، وأعنه على شكرك وحسن عبادتك. يا رب ثبته على ما يرضيك، وأعنه على ترك ما يغضبك ويؤذيه. يا رب احفظه من مكر الماكرين وظلم الظالمين وعيون الحاسدين. يا رب من عليه بسعادة لا تزول وقبولا لا يحول ورزقا مباركا كأنه سيول، ومغفرة كاملة يوم المثول، وتقوى تحقق كمال القبول يا أرحم الراحمين. تعلمي من يقرأ بأن الله يراك، ولتختبر قوة إيمانك ومدى تأثير الشيطان، ولتعلم بأن إعادة إرسالها لن يكلفك الشيء الكثير بل سيزيد من أجرك، وأنها لصدقة جارية.